جيمس يوكن 2017، طبعا غرق في سيول جدة، انغرقت السيارة، جلست يومين في المويه. الطريقة الصحيحة قبل تشغيل السيارة وقبل عمل أي حاجة يا إخواني، أكيد أول شيء سيارة في المويه تفصل بطاريتها، وبعدين لما تطلعها من المويه قبل تشغل السيارة قبل كل شيء تفك البواجي وتفك الزيت حق الماكينة وتفك الزيت حق الجير، لأن يا إخواني زيت الجير، في ناس علقوا على بعض التعليقات يقول كيف تخش المويه داخل الجير والجير محكم؟ لا يا اخواني، اي جير لسياره فيه تهويه لازم يكون فيه لي خارج من الجير، من خلف الجير، ويكون فيه لي زي كذا طالع فيه تهويه للجير، على اساس لو كان فيه ضغط داخل الجير او صار فيه زيت زايد يطلع من التهويه هذه. لما تصير السياره موجوده في المويه حتخش المويه جوه الجير. ثاني شيء، تانك البنزين حيتفرغ البنزين. احنا الان فكينا البواجي، الان فكينا الزيت حق الماكينة، وبنفك الان زيت الجير، وبرضو بنشيك على زيت الدفرنس، لان السيارة جلست يومين في المويه، زيت الدفرنس وبرضو التانكي البنزين، هذه الاشياء كلها لازم تتشيك عليها. الان احنا نفرغ زيت الماكينة ونتأكد ان شاء الله ما يكون في مويه، ولو في مويه يصير نعمل غسيل للماكينة ونغير الزيت. والله في شوي مويه. اي والله في مويه. هذا هو البياض، شايفينه يا اخواني اللي ينزل مع الزيت الابيض هذا، هذا مويه. يعني الماكينة داخلها مويه. يلا خير ان شاء الله. طبعا الان احنا قاعدين نسحب زيت الجير بالماكينة الشفط. الان هذه مويه كلها طالعه من الجير. اللي يقول كيف تخش المويه داخل الجير، لا تخش المويه داخل الجير، لان الجير له ماسوره تهويه، اي جير له ماسوره تهويه، فلما يكون في مويه تخش داخل الجير. الان بنشفط وتشوفون المويه الان، هذا الان اللي كله قاعد، الان بدا يطلع الزيت، الان بدا يطلع الزيت.